هذا القرار اللي تندر وانا كنت غايب حقيقة، ولكن ما هو سبب الغياب اللي راح يمنع من هذا ولا الحضور اللي راح يمنع من هذا القرار. هذا القرار اتخذ بدون اللجوء الى بدون استناد الى قوانين الحزب. اولا ان محافظة قسنطينة منتخبة لمدة لعهدتها 5 سنوات من طرف القواعد ومن صلاحية الأمين العام، إلا محورة منصب أمين المحافظة داخل أعضاء المنتخبين 9 اللي فيها اللي تتشكل منها المحافظة، وما يمكنلوش أنه يقسم أو كما يقول من العام بإقالتكم من رأس اليوم المحافظة. اليوم أنا اتصلوا بي المحافظين الشرق والمحافظين من الصحراء وفي الغرب أنهم الأغلبية المطلقة. سيد خرشي أحمد وهباشي أحمد؟ شبيه؟ المحافظتين يعني هما اللي اتصلوا بيك؟ لا مش ما فيهاش لو كان تعفن حقيقي ما يهزوش محافظات ويقسموهم بنفس التشكيلة نتاعها. والحفاظ على القسمات كما هي. التطهير وين هو لهنا؟ هنا